اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في سطيف فيروت سيديك. رانا عند بازار العرائس افراح صلاح. شكون ما يعرفش افراح صلاح؟ المحل هذا راهو الفرع الثالث لبازار العرائس وافراح صلاح. الفرع الاول راهو في العلمه مقابل البلديه، الفرع الثاني راهو في بلعلات والكات فوغات والقسوم اللي يبيع الاواني. هذا الفرع الثالث تاعهم بازار العرائس افراح صلاح. شوفوا بازار العرائس افراح صلاح راهم فاتحين في رود سيلاك بالقرب من بازار نجمو مود. اللي تعرفوا نجمو مود تاع قش ولاد راهو طويل، سما الساعه وتكملوا طول لتحت لتحت حسن تلقاو. غدا باذن الله الافتتاح لاربعة على الساعتين. مرحبا بكم كامل، افتتاح عام يعني الكل كما نقولوا المشتركات ولا كل وحده صيفيه علميه حابه تزور البازار ولا مخطوبه ولا عروس ولا حابه تكري تتفضل، لانه الاسبوع الاول كيعاد الافتتاح جديد. الاسبوع الاول دار لكم تخفيضات كبيره. شوفوا تلقاو فيه روبا سواري، الروبا البيضاء، الروبا تاع الفيونساي، التصديره كما نقولوا في بازار العرائس، تلقاو تصديره الفرقاني الكيريكو، كل خير كاين، اسعار تنافسيه جدا. دوك تشوفوا يعني دوك خليكم مع صلاح يعطيكم جوله خفيفه في المحل، يعطيكم الاسعار لانه هو من طبعه يذكر الاسعار. يعني اسعار راح تشوفوا بلي تنافسيه بالفعل، اللي يحب يكري يكري، اللي يحب يشري يشري، تشريها جديده كاينه، تكريها جديده كاينه، كيما تحبوا. عندكم بزاف لي شوا. مرحبا بكم من 58 ولايه، توصيل نورمالمون عندهم 58 ولايه. للبيع طبعا، للكراء لازم تفضلوا المحل. هنا راه دير لكم بازار كامل بطوابقه كيما نقولوا. راح نخليكم مع جوله كامله في البازار مع صوت يعني صاحب البازار يشرح لكم شويه تفاصيل. اكيد رقم الهاتف تاع المحل وصفحه جديده تاع المحل راح تكون كاينه في صندوق الوصف. نذكركم انه البازار هذا راهو الفرع الثالث لبازار العرائس وافراح صلاح. الفرع الاول راهو في العلمه اون فاس البلديه بالضبط، والفرع الثاني راهو في بلعلة توا القسوم تاع المعن توا الكات فوك. راهو مشهورين يعني سلعتهم ومعاملتهم روعه. ايضا اللي يحب يشري عليه جمله ولا الولايات ولا تواصلوا معايا، دوك خليكم رقم الهاتف في صندوق الوصف وصفحه فيسبوك. وبصحتكم مسابقا راح يعجبكم التعامل، متاكده لانه التعامل تاعهم قمه قمه قمه. راح اخليكم مع صاحب المحل صلاح يدير لكم جوله خفيفه يشرح لكم. ما ترطيوش غدا ان شاء الله الافتتاح على الساعتين، وكونوا حاضرين وانتهزوا الفرص خصوصا العرائس بما انه الاسبوع الاول تاع المحل راهم داير تخفيضات كبرى. المحل تاعنا فيه ملابس السهره رمزية، فيه ملابس السهرة، فيه ملابس المارياج، فيه ملابس تقليدية بصفة عامة يعني الكراكو، القفطان، الفرقاني، كلها راح تكون مخصصة للكراء وللبيع. الموديلات هذه أصلية كلها، يعني حاجة أوريجينال. دونك التخفيضات راح تكون تقريبا، التخفيضات اللي كاينه هي 30%. دونك حاجة مليحة اللي راح نديروها التخفيض تاع هذا الموديل. هذا الموديل يعني فيه 12 لون، راح يكون سعر 850 في البيع. مقاسة راح تكون توفر من 38 حتى 48. كاينة ديال أخرى كاينة فيها ألوان بزاف. الموديل هذا ثاني راح يدخل في البروموسيون، البيع تاعو راح يكون 850، الكراء راح يكون 350. هذا الموديل ثاني دخلنا لكم في البروموسيون، البيع تاعو راح يكون 850، الكراء راح يكون 350. هذه بالنسبه للموديلات. هذا في الطويل كاين الميني تاعو، وكاين موديلات اخرى ان شاء الله. اما بالنسبه للموديل هذا راهي الوان كثيره، كلها راح تكون بروموسيون بسعر 850، الكراء راح يكون 350. الوان راح تلقاها الجيفتين يمن يمن. ايضا بالنسبه للموديلات السهره مقاس صغير ميدي وميني، كاينه تشكيله ما شاء الله في فخامه فصلية، يعني تاع خايف حاجة في الطوب. الموديلات راهي بزاف، راهي محطوطة أكل في الصفحة بلي شوتينغ، دونك راح تتواصلوا في الصفحة. بالنسبة للقفاط بلي بلوزة كاين دي موديل ما شاء الله، كلها موديلات جديدة. أنا متأكد بلي الموديلات تاعنا راهي كل أسبوع تتغير، لأن البيع عندنا بالجملة، يعني كل أسبوع راح تلقاو موديلات طوب. يوم كافطون كاينة تشكيلة واسعة،
فاطم، كاين موديلات رويال، كاين موديلات صاري، كاين موديلات هايلة ما شاء الله، راح تكون موجهة لكم للبيع والشراء. أيضا اللي كذلك راح يكونوا بالموديلات الكل، يعني رويال، موديلات اسطنبولي، جميع الألوان تكون أيضا مخصصة للبيع وللشراء. الأسبوع الأول راح يكون بروموسيون افتتاح، وأيضا راح تتمتعوا بباب نسبة ما فرقاني ثاني، راح يكون الموديلات كل يعني في الفتلة اللي كيلاك بعدنا رويال، الموديلات السعرة عالم كبير. المارياج إن شاء الله راح يكونوا كاينين زوج طوابق، يعني طابق فوق أول وطابق أرضي. أيضا راح تتمتعوا بموديلات فساتين السهرة في اللون الأبيض، يعني موديلات طوب كيلا تاعها، والبيع راح يكون سعر هايلة. بالنسبة لموديلات المارياج، يعني في بالنسبة للافتتاح راح تكون بروموسيون. الموديلات هذه راهي زيرو اتيليزي، يعني جديدة الكل، سعرها راح يكون 2 ملايين، يعني تخفيض قريب مليون. هما الموديلات هذو 3 ملايين باسكو زيرو اتيليزي، راح يكونوا بزوج ملايين. موديل التحفة زوج طوابق راح تتمتعوا، لصاصياج راح تلقى بزوج، يعني تسيبوا راحتكم بالنسبة لموديلة المارياج. وبالنسبة فساتين السهرة وليكافطو كاين 3 لصاصياج راح يكونوا في الخدمة، فإن شاء الله تربحوا الوقت في التقياس في الاختيارات. زين طلع كمية للطبق المارياج والفيونساي راح يكون في الخدمة إن شاء الله، تسيبوا راحتكم في التقياس في الاختيار في كلش. مكفاناش الوقت، ان شاء الله بنحطوا لي موديل الكل ونصوروهم. دونك في الافتتاح ان شاء الله راح نزيد تلقاو باقه كبيره من الموديلات. مرحبا بالجميع، تحيه لنا كل الاوفياء تاع بازار العرائس. ما تنساوش تابوني في الصفحه تاعنا، مرحبا بكم. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك سفهم دلوقتي بيداروا كسفهم، عمرها